السلام عليكم يا دبوس، انا قاعد هكا وصحيباتي بعثوا لي فيديو نتاع واحده اسمها الامبراطوره كلثوم. العزوزه كلثوم هذه عاونه معزوله من السجون، طاحت كل مره تخرج تعمل لايفوات، عزلوها من السجون تعمل فاكا اللايفوات نتاع لايفوات في التيك توك وكذا، لكن كله كلام زايد، كله كلام زايد. هذه لا تشرف لا سجون ولا تشرف حتى واحد اندم اللي خدم معاها، لحيث هذه معناها اخرتك يا قيس سعيد. تدافع عليك عونا نتاع سجون، عزلوها بالمساحقة وعزلوها بالهم الازرق، عمرها 7000، عمرها 70، هذه عمرها 70، امراه كبيره يا معلم، وتسب في امهات. وكلام الزايد هكا، الكلام الزايد، كلام الزايد مخك يحبس. خي كيفاش دخلتوها للسجون هذه؟ كي انا تسب لي امي والله العظيم سبان كلام زايد، علاش تسب لي في امي يا مراه كبيره وكلام زايد؟ يا مدام راك فاهمه الحضاره بالغلط، يا مدام كان مشيت صليت على روحك ركعتين، وجهك تقول مندافع نتاع ارنب عرفت، وتو تلوج على قصة الحب والحب، اش فيك من حب انتي؟ ها؟ وبديدة وتسب لي في امي، اش عملت لي؟ علاش الكلام الزايد؟ يا خويا تحب تقول كلام زايد، علاش تسب لي في امي؟ والله برشا حتى يعني كعبات من السجون ولا نعرفهم ناس محترمة كذا، قالوا لي يا خال بالله رجع لي، راهي ما تشرفت سلك السجون. يعني قيس دورها في الاخر عاونة نتاع سجون، متقاعدة معزولة هاملة من معناها من حتى حتى سيزيام ما عندهاش، وانا دخلت فهمتي دخلت يعني ليه كلام الزايد يا مدام؟ التيك توك مش هكا، مش هكا، وتو نضربهولك الكونت نتاعك، نقسمك وين تطلع كونت ما عادش تلقى حتى كونت. علاش كلام الزايد؟ صدقوني كلام زايد، تبعوا فيديوهات كلام زايد. هذه راهي عمرها 7000، راهي قد حنا بعل، راهي شوايفها بركة تقول مغرفة، تقول أكل 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 جينكو عرفت؟ إيش فيك من حب يا مدام؟ يا حتى تثم ناس عمرها 60 ولا 70 تقام عندهم في ناس، أنت لا في ناس ولا كرلاج، يعني حتى أخلاقك عادمة. علاش تسبوا الكلام الزايد؟ أنا نلومو على الصغار، مرأة عمرها 60 يا معلم والكلام الزايد هكا؟ صدقوني سبت لي امي من العرق العادش، معناها كلك تقول انت انها الزرقون عرفت؟ عليه احترم حتى السلك اللي تعزلت منه السجون، احترم حتى شي يقولوا عونة سجون، ما يقولوش معزولة على المساحقة ولا معزولة هزت طرف دخان ولا عكعكت من المرابيط في حبس منوبة ولا عليه عليه عليه. اخي انت هكا دارت في مخك يا مدام؟ عمرك 7000 قد حنا بعد، شفايفك طايحين، وجهك طايح بكلك، ها ومازلت تلوج على الحب وتتكلم في الكلام الزايد. برا ادخلوا شوفوها كلام زايد، معناها ما فهمتش، ما عندهاش مالي ما عندهاش، ما يهمتهاش لا في وكانت تخدم في السجون لا حد شيء، كلو شهر كلام يا معلم. كيفاش المراه ترقد هي ولدها وكلام، ودافع على قيسون؟ هذا ما هو قيسون يدافع عليك، قال لك لو شارع، شكون قال لك دافع عليك قيس سعيد؟ يا ودي ما يتشرفش بيك جملة، أخي دورناه أعوان سجون، يا بنتي غريبة بالحق، والله لا ثم في أعوان السجون، هذه حالة خاصة، هذه نورمال مو مربوطة، ماهيش عونة نتاع السجون، كيفاش دخلتوها تخدم؟ إيش الإشكال هذا؟ نحمد ربي أنا كنت مستشار وخرجت يا معلم. اقسم بالله كنت مستشار في السجون ولا في وزارة العدل ومشيت على روحي. كلام زايد، سبان لم تسب لي في امي وتربريب، علاش تربرب يا مدام؟ راك عمرك 7000، تحب تدخل للتيك توك وتدبر فلوس؟ قول الكلمة الباهية، الكلام زايد لا مثال، سبني انا، سبني اللي تحب، علاش تسب لي في امي وعلاش تكفر عليا ربي؟ اقسم بالله لا حبست يا توانسه، والله ما نجمش نرجع عليها، لكن شنو معناها شيء حشم والله العظيم. عمرها 7000 قلت لك قد حنا بعض، ما فيها ما يتحب، لا لسانها لا وجهها، وجهها تحطه يمكن ما دوشتش اخر مطره،
شعرها احمر على جري على بير مستاش على صدرها الكل، فهمتني؟ ترى كيفاش عملته مره فاتت لابسه كاسكات على شنب يا معلم، مربوطه هذه ولا كانت تخدم في السجون؟ يا ربي ان شاء الله تسامحني انا، على الاقل على الاقل عرفت تارات وعباد على الاقل من هذا اللي نعرفه في السجون. في السجون ولا تهكا الامبراطوره مسمي روحها من الامبراطوره، سخت على مذهب راسك شنو من امبراطوره كلثوم؟ من يا ربي فرج علينا، اقسم بالله مش باش نقول، نقولوا المطر علاش ما تصبش مراه عزوزه عمرها 6000 ها بكلام زايد. ما هو تيك توك هذايا يا مدام كي تدخل ماك جبريه، هذه تقا جايين هذوك من اللي جايين عارف ليش من غادي من ورا البلاي من ورا الهي هذا ما هما جبري، راهو الجبري مشكله فيه حتى كي يبدا كبير. انا كي تدخل للتيك توك مش الناس مش تشوفك المحله ما يشوفوهاش، هي خمسه من الناس يشوفوا فيها، نحمد ربي ما هيش معروفه هاني تو ذكرتها. انا اقول كلمه طيبه تقولش كلام زايد، ما تكفرش ربي ما تكفرش ربي وما تسبليش امي عليه عليه، لا طاح لا تزو سبت لي امي وكفرت علي يا ربي. معناها باش ترجعها مرأة عزوزة يا معلم، بإله إلا الله محمد رسول الله، ربي فرج على تونس يا خويا. لا متبري منها السجون، اش من سجون هذيا كعليفة يا ودي كعليفة، وتلوج على الحب وتلوج على سخطة، دي ريحة دي ريحة ضبوطها بركة نشوف نشم فيها أنا بالعناية، دي ريحة ضبابطها وريحة برا دوش يا مدام، برا عمل دوش وبرا سيب عليك أحمر على أزرق على ضبافر على سخطة، دي برا بخي بريحتك والله صدقني. هي تعمل في الواحد شفت الفيديو بتاعها، نعمل هكا نعمل هكا كحالة تلوج مجبر. سلام.